السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى مختاراتنا من الصحف لهذا اليوم. نبدأها من صحيفة لوس أنجلوس تايمز التي نشرت مقالا بعنوان سوريا ومخاطر الحرب بالوكالة. قالت فيه: اليوم، وعلى الرغم من أن حرب الشوارع والسيارات المفخخة بالكاد تشكل جزءاً صغيراً من الحرب التوكيلية الإقليمية التي تنتشر انتشار النار في الهشيم، ابتداءً من كل من سوريا والعراق إلى شواطئ الخليج الفارسي، فإن قوتين رئيسيتين هما إيران والسعودية دخلتا في منافسة للهيمنة على جزء كبير من دول الشرق الأوسط. الدول الأخرى إما أنها تعمل على اختيار أحد الأطراف، أو أنها تحاول بعصبية حماية نفسها من التبعية. وهنا تجد الولايات المتحدة نفسها ولسوء الحظ في المنتصف. ولكن حقيقة أن الحروب التوكيلية تحصل في الغالب في بلاد صغيرة لا يجعل منها أقل تدميراً من الصراعات الأخرى، على العكس تماماً. يقول فالي نصر محذراً، وهو أحد مسؤولي إدارة أوباما السابقين ويعمل حالياً عميداً لكلية جون هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة، يقول: الحروب التوكيلية تقسم البلاد. عندما تحول القوى الكبرى صراعاً داخلياً إلى حرب توكيلية، يحدث هناك ثلاث تبعات رئيسية، حيث تصبح الحرب أكثر تدميراً، وذلك من خلال ضخ المزيد من الأسلحة المتقدمة، كما أن الحرب يمكن أن تطول، وذلك من خلال السماح لكل طرف من الأطراف للقتال إلى أجل غير مسمى، كما أن ذلك يؤدي إلى خلق آثار غير مباشرة في الدول المجاورة، يشمل ذلك أزمة اللاجئين والتدفق المستمر للسلاح وتجليد وتدريب المتمردين. هذه الأيام تشهد أجزاء كبيرة من الشرق الأوسط حروباً أهلية أو تمرداً أو اضطراباً، وتقريباً كل واحد من الصراعات يشهد تكثيفاً مرده الصراع الإقليمي بين السعودية التي يحكمها المسلمون السنة وإيران أكبر دولة إسلامية شيعية. بالعودة إلى سوريا، انتفاضة 2011 بدأت هناك كثورة محلية، لكنها سريعاً ما تحولت إلى صراع طائفي بين المعارضة بقيادة السنة والنظام الذي تسيطر عليه الطائفة العلوية التابعة للإسلام الشيعي، وحرب جيوسياسية توكيلية. إيران، الحليف الرئيس لنظام الأسد، قدمت السلاح والمستشارين العسكريين لدمشق. حزب الله في لبنان، العميل الإيراني الآخر، أرسل قوات قتالية مدربة لمساعدة النظام. إدارة أوباما من طرفها ترددت في تقديم المساعدات العسكرية للمتمردين نتيجة لذلك. يبدو الآن أن الحرب سوف تطول، وسوف ينتج عنها مزيد من القتل بين المدنيين، وسوف تخلق مزيدا من الآثار غير المباشرة على الدول المجاورة. الأمم المتحدة والولايات المتحدة تأملان في عقد مؤتمر للسلام حول سوريا في 22 من يناير، ولكن لا أحد يتوقع ظهور نتائج سريعة. كتب عرفان نظام الدين مقالا في صحيفة الحياة تحت عنوان جنيف 2 والولادة المستعصية، قال فيه: أي حديث عن معجزة ستخرج من جنيف 2 سيكون ضربا من الخيال، بل إن أي كلام عن إنجازات أو نتائج إيجابية أو حلول سحرية ما زال سابقاً لأوانه أو في حكم المحال. فالترتيبات ملتبسة، والتحضيرات عبثية، والدعوات فضفاضة، وجدول الأعمال متناقض، وكل ما عدا ذلك سراب في سراب. ويبدو واضحاً الآن أن مؤتمر جنيف 2 إن عقد سيتم إجهاضه وهو جنين، أو أن يموت وهو ما زال في مهده بعد ولادة متعثرة ومستعصية، يشترك في ارتكاب جريمتها كل الأطراف بعد أن تركوا الشعب السوري وحيداً، وشاركوا في تدمير بلد حضاري في مواقف مذلة تتراوح بين اللامبالاة والشماتة والتشفي وصب الزيت على النار وغياب الوجدان والضمير لدى ما يسمى زوراً وبهتاناً الرأي العالمي العام وقيادته الجوفاء.
أما الأسباب العملية الداعية إلى عدم توقع نتائج إيجابية لمؤتمر جنيف 2 فهي كثيرة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، عدم بذل أي جهد لوقف نزيف الدم، أو على الأقل إعلان هدنة خلال فترة انعقاد المؤتمر كبادرة حسن نية. ولو فرضنا جدلاً أن وقف إطلاق النار صعب، فلماذا لا يتم التركيز على القضايا الإنسانية مثل محنة اللاجئين ومعاناتهم وقضايا النازحين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية كخطوة أولى ضرورية في طريق السلام، الطريق الطويل المحفوف بالأخطار وبحقول الألغام. الاختلاف الكامل في تفسير بنود اتفاق جنيف 2، ولا سيما ما يتعلق منها بالمرحلة الانتقالية ودور الرئيس بشار الأسد وشكل الحكومة الانتقالية وصلاحياتها. وختم نظام الدين بالقول: وهذا غيض من فيض المشاكل والعقبات والعراقيل التي لا توحي بالخير ولا تبشر باتفاق إلا إذا حصلت معجزة ما. وهذا مستحيل، ومن المرجح أن تتحول الجلسات إلى حفلات خطابية يدلي كل من هب ودب بدلوه، ثم ينفرط عقد الاجتماع ويتفرق العشاق بعد أن غسلوا أيديهم من دم السوريين. فكل ما يحضر في جنيف 2 باطل وغير مجد، إلا إذا اعتبرنا أن مجرد انعقاده هو خطوة على طريق الحل، أو هو اعتراف بوجوب الحل ولو بعد حين، لتكون سوريا قد دمرت بالكامل ولم يعد فيها مجال لعقد جنيف 3 ولا جنيف 2000. مشاهدنا الكرام، نشر سمير كيوان مقالا في صحيفة القدس العربي تحت عنوان شارون من خلف ما مات، قال فيه: الأمريكي دانيال فريدمان هو أحد كبار محرري مجلة فوربس، كشف النقاب عن بعض تفاصيل التعاطف الشديد الذي حظي به الأسد الابن من داعم غير منتظر في المنطق التقليدي على الأقل، أرييل شارون. لكن الحمقى والممانعين المتحامقين عن سابق عمد هم الذين يتجاهلون هذه الحقيقة وأنها صارت خياراً. حكم تفكير شارون حتى صيف عام 2006 حين أجبرته الغيبوبة على مغادرة الحياة السياسية، ومن موقعه كرئيس وزراء وزعيم لحزب كاديما كذلك طالب بعدم المضي في الضغوط الأمريكية الفرنسية أيام الرئيسين السابقين الأمريكي جورج بوش والفرنسي جاك شيراك إلى مستوى يهدد بانهيار بنية النظام. من الإنصاف المحض إذن أن يكون آل الأسد في عداد متقبل التعازي بإعلان رحيل شارون أخيراً ورسمياً هذه المرة، خاصة وأن السياقات الراهنة لإصرار إسرائيل على إطالة عمر النظام السوري تكاد تتطابق مع سياقات العام 2006، وتعيد إنتاج المسوغات ذاتها التي حثت شارون على المطالبة بحفظ بقاء وريث حافظ الأسد السائر على هدي أبيه بإسباغ السكينة والسلام على طول حدود الاحتلال الإسرائيلي للجولان. وليس صعبا على المرء أن يتفهم، سواء بمفعول رجعي أو بمفاعيل الحاضر، أسباب شارون في الدفاع عن هذا النظام، خاصة حين برهنت وقائع الانتفاضة السورية شهرا بعد آخر أن الفرضيات التي اتكأ عليها جنرال صبرا وشاتيلا إنما تفرز الحيثيات ذاتها التي انتظرها من جيش النظام. قصفت القرى والبلدات والمدن السورية المنتفضة بالأسلحة المدفعية والصاروخية الفتاكة كافة وبالدبابة مثل المروحية والقاذفة، فضلا عن صواريخ سكود والأسلحة الكيميائية، على مبعودة من أمتار من خطوط الاحتلال الإسرائيلي في الجولان. ضمن سياقات مماثلة ومكملة، وبعد شهرين فقط على انطلاق الانتفاضة السورية، أعلن رامي مخلوف صيرفي النظام وتمساح الفساد والنهب الأكبر أن أمن سوريا مرتبط بأمن إسرائيل. وإذ يربط المرء اليوم بين وقائع موت شارون وتصريحات محمود عباس الرثة حول حصار مخيم اليرموك، والحديث عن الأيدي القذرة المستأجرة هناك، وإغفال جرائم النظام تماماً وبلوغ الشهداء الفلسطينيين في سوريا خلال الانتفاضة الرقم 1740
بينهم 169 طفلاً و174 امرأة، ثم موت 41 من أبناء المخيم جوعاً تحت الحصار. فإن من المشروع استعادة التعبير الشائع من خلف حتى دون صلة بيولوجية ما مات. كتب حازم الأمين في صحيفة العرب اللندنية مقالاً بعنوان تتشكل أو لا تتشكل اختناق حزب الله بانتصاره السوري، قال فيه: فجأة قرر حزب الله أن من الضروري أن تتشكل حكومة في لبنان، قافزاً فوق شرط أن يكون له فيها الثلث المعطل، أو ملتفاً على هذا الشرط بقبوله ثلثاً غير معطل نظرياً لكنه معطل عملياً. إذن الحكومة تشكل حاجة لحزب الله، وهي تبدو حاجة ملحة، ووظيفتها على الأرجح تصريف حاجات الحزب المستجدة بفعل قتاله في سوريا. لكن فجأة قرر حزب الله أن من الضروري أن تكون في لبنان حكومة، وأن يتشارك مع تيار المستقبل والقوات اللبنانية في هذه الحكومة. وانبثقت رغبة الحزب في لحظة اقتراب مؤتمر جنيف 2، وجاءت مترافقة مع مفاوضات وتسويات أمريكية إيرانية، ومع بدء المعارضة السورية حملة عسكرية على جماعة داعش. وفي آخر المرفقات تعرض قاعدته الاجتماعية لاستهدافات دموية. يتقن حزب الله اللعب على وتر خوف الفرقاء من حملاته التأديبية. يعرف مثلاً أن وليد جملاط يمثل ذروة هذا الخوف، فيوظفه مفاوضاً عنه ومسوقاً لصيغه الحكومية. ويعرف أيضاً أن نبيه بري يجيد لعبة المسافة عندما يشيع أنه متذمر من قتال الحزب في سوريا، فيقدمه صورة عن الفريق كله. لا مكان لحزب الله في جنيف 2، إيران تبحث عن كرسي لها فيه، ويبدو أن تسويات بدأت تلوح وأوراق بدأت تظهر، والكبار وحدهم من يتولون إدارة التسوية، فيما الأوراق تلحظ الحزب على نحو ما تلحظ داعش والنصرة، وفي أحسن الأحوال الجبهة الإسلامية. فهذه وفق الأوراق المسربة أدوات النزاع وليست أدوات التسوية. التسوية الكبرى في سوريا قد تشمل دوراً ما لإيران في تحديد هوية النظام الجديد، لكنها لن تشمل الارتدادات الهائلة لمشاركة الحزب في القتال هناك. وإذا كانت داعش هي الهدية الأولى على طاولة جنيف، فما هي الهدايا الأخرى المطلوبة؟ وطبعاً لن يقدم رأس بشار الأسد، فهذا أمر مؤجل ومتروك للمرحلة الانتقالية. وفي أحسن الأحوال سيطلب من الحزب أن يعيد موضوعه اللبناني وفق أولويات يمليها بدء التفاوض في سوريا وعلى سوريا. الحزب لعب دوراً في تحديد المواقع ودفع ثمناً، ولا يمكنه أن يجني عائداً، وفي أحسن الأحوال سيقال له اذهب إلى لبنان واستثمر هناك. وفي رحلة العودة سيجد الحزب بلداً بلا حدود ولا يمكنه أن يتعدى فيه حصته الطائفية، وهذه الأخيرة ستكون متخبطة بما جره عليها الحزب في ساحات قتاله غير اللبناني. مشاهدينا الكرام، موقع هبرلار الإلكتروني نشر تقريراً عن مدينة حمص يحصي الضحايا والخسائر، جاء فيه: أصدر المجلس الحر لمدينة حمص المنبثق عن التئام المنظمات المدنية فيها تقريراً يحصي ضحاياها والخسائر التي لحقت بها بعد انقضاء ما يقارب السنوات الثلاث على بدء الأحداث في سوريا. وجاء في التقرير أن هجمات النظام السوري أسفرت عن مصرع 12,000 مدنياً وإصابة 25,000 آخرين بإعاقات دائمة، بينما اعتبر التقرير 9,000 شخص في عداد المفقودين، مشيراً إلى أن هذه المعلومات لا تشمل مناطق عدة من المدينة بسبب انقطاع الاتصال عنها. كما اعتبر التقرير أن عدد القتلى في المناطق المدينة الواقعة تحت قبضة النظام يفوق بكثير الأرقام المعلنة. وأوضح التقرير أن المدينة شهدت 5 مجازر في مناطق كرم الزيتون ودرب علبة والحولة وباب عمر، مؤكداً على وجود آثار تعذيب على أجساد القتلى في تلك المجازر، فيما أشار التقرير إلى أن من بين الضحايا في المدينة
315 طفلاً و 893 امرأة. وأكد التقرير أن الدمار لحق ب40% من المدينة، وبلغ عدد المنازل المدمرة حوالي 70,000 منزل، بينما نزح عن المدينة حوالي 350,000 شخص وفق التقرير. وبالانتقال إلى وكالة أنباء أكل إيطاليا التي نشرت تقريراً عن القيادة المشتركة للجيش الحر يحصي خسائر جيش النظام، جاء فيه: سيصدر تقرير قريباً عن القيادة المشتركة للجيش السوري الحر وقوى الحراك الثوري يختص بخسائر النظام العسكرية والأمنية، ويكشف عن أرقام تفوق في بعض جوانبها توقعات المراقبين، وتشير إلى أن الحالة العسكرية للجيش السوري النظامي لامست مستويات الخطر. بحسب معديه، يشير التقرير إلى أن عدد مذكرات البحث لدى جهاز الأمن العسكري التابع للنظام السوري بحق عسكريين منشقين أو متخلفين عن الخدمة أو فارين بلغت 189,000 مذكرة بحث، أي أكثر من نصف العسكريين النظاميين هم مطلوبون للأجهزة الأمنية وغير ملتحقين بمهامهم العسكرية. وحسب التقديرات، يضم الجيش السوري النظامي نحو 310,000 عسكري، فيما يبلغ عدد الاحتياطي لهذا الجيش 200,000، مما يرفع عدد الجيش السوري بشقيه النظامي والاحتياط إلى 510,000 عسكري من مختلف الرتب العسكرية. ويشير التقرير إلى أن عدد المفقودين من العسكريين النظاميين بلغ 60,000، رجح مقتل معظمهم خلال الحرب المستمرة، أي ما يقارب 19% من الجيش النظامي، فيما يفيد بأن عدد القتلى من الجيش النظامي والحرس الجمهوري والأجهزة الأمنية مجتمعين يبلغ 135,000، من بينهم 68,000 من أبناء الساحل، أي أن قتل المنطقة الساحلية السورية يشكلون 51% من قتل النظام عسكريين وميليشيات. كما أشار التقرير إلى أن عدد القتلى يوميا من العسكريين تحت التعذيب في السجون والمعتقلات العسكرية والأمنية يبلغ ما بين 40 إلى 50 يوميا، فيما يبلغ عدد الجرحى والمشوهين والمعاقين من الجيش النظامي والحرس الجمهوري والأجهزة الأمنية واللجان الشعبية والشبيحة نحو 130,000، بينهم 100,000 من أبناء الساحل. وعلى صعيد المقاتلين غير السوريين الذين يقاتلون إلى جانب النظام، فقد أشار إلى أن عددهم يبلغ نحو 40,000. أما عن خسائر الجيش النظامي المادية، فقد أشار إلى أن سوريا كانت تمتلك 340 طائرة مقاتلة ومقاتلة قاذفة ومروحية، تبقى منها 85 من كل الأنواع، بعضها خارج الخدمة لحاجتها للصيانة، مما يعني دمر نحو 255 طائرة عسكرية من مختلف الأنواع. كما خرج عن الخدمة 6 مطارات عسكرية، فيما تبقى من أصل 3,600 دبابة ومدرعة نحو 1,400 بعدما دمر منها 2,200. مشاهدنا الكرام، نشرت مجلة عنب بلدي في عددها 98 مقالاً تحت عنوان التركيبة السورية، تناغم فسيفسائي واختلاف خلاق، قالت فيه: نعمنا في سنواتنا السابقة بفرصة الصحبة التي قد لا نسمع عنها اليوم، ناهيك عن أن نشهدها سوى في روايات أمين معلوف المسكونة بحنين لماضي وطن أصابه ما أصابه من شيطان الحرب الأهلية الذي ما فارقه سنين عدة، فمزق كيانه وهدم مواطن قوته وركائز مستقبله. صحبة تثير فيك الفضول وتدفعك لطرح تساؤلات تعرفك بما تجهله، فتأخذ من صحبك وتعطيهم، تعلمك تقدير الاختلاف وحمده، وتعرفك بالذات الأخرى خارج حدود التشابه والاختلاف والمعتقد والقالب، وتفتح أبوابا لسبر أواصر علاقة تدوم بإنكار الذات وإقرار الحق
ولا يشوبها نزعة علو ولا غرور أفضلية. أما اليوم بعد أن اخترنا أن نقف بوجه من لم يترك مساحة للتعبير والإبداع أو لتحقيق الذات، ترانا نتحلق حول معتقدات صدق إيماننا بها ولربما لم يصدق، ونتقوقع بعيدا عن أي ساحة اختلاف قد تكون منشأ حوار أو مدعاة ابتسامة، ونرفض كل فكر مختلف سواء كان مذهبا أو غير ذلك، ونبرر رفض أحدهما بالآخر فنكفر من خالف رأينا ونصم آذاننا عن الذي لا يشاطرنا الملة. اليوم آلت بنا الحال إلى أن نختصر تجانسا فياضا إلى الخط الفاصل بين مكوناته، فلم نعد نرى من تركيبة منسجمة تاريخها ممعن في القدم إلا أقلية أو أكثرية كل منهما له احتكار الحق والدين والعقل والمنطق، ونكران الباطل عن نفسها واتهام الآخر به. نهدم بأيدينا ما يخفي في جوهره مصدر قوتنا، ويحمل في طياته أساس شرعية أمة يعزز إرثها الحضاري، تنوعه الثقافي والعرقي والعقائدي. أيرسم هذا الماضي العذب مستقبلا مرة أخرى بأيدي شباب تواق للحرية وللحق يسعى لنيلها وإن ضاقت عليه وتاهت به السبل، أم سيتحول إلى خطوط رواية تسرد حكايا من جمعتهم صدفة لم تكن غير اعتيادية حينها، ثم فرقتهم الأيام بين من اختار الهرب وبين من حتم عليه، ترد فيها حقيقة البعض وتشوه حقيقة البعض بغشاوة رفض تقبل الآخر. رواية يكتبها بعد سنين وبلغة أجنبية من هو اليوم طفل في مخيم الزعتري، يخط بأسطر على ورق ما ألمه في غربته وما حمله غصة في صدره طوال السنين. وبالانتقال إلى صحيفة زمان الوصل، كتب عمر عبد اللطيف مقالا بعنوان من أبو باسل إلى أبو حافظ عندما يفقد الأسد هيبته، قال فيه: هناك حيث المدرسة كان الأستاذ، كل أستاذ يقول لنا: اسمعوا يا طلاب، كل طالب لديه والدان، أبوه العادي الذي خلفه وأبوه القائد المناضل حافظ الأسد. كان الطلاب بعضهم يتساءلون بينهم وبين أنفسهم: لماذا لا نرى والدنا الثاني؟ لماذا لا نرى القائد شخصيا؟ هل القائد يأكل؟ يشرب؟ ينام؟ هل يدخل الحمام مثلنا؟ أما معظم الطلاب فكانت صورة القائد تترسخ في ذهنهم على أنه ليس كباقي البشر، رجل متجهم دائما قاسي الملامح يبتسم باقتضاب خلال مهرجانات تجديد البيعة التي كان يطل فيها عبر شرفة منزله غالبا، وهو يلوح بيده لحشود المبايعين. فيما بعد عندما مات عظيم الأمة، عندها لم يصدق أنه مات، تحول القائد المناضل إلى القائد الخالد، هو حي والأمر سيان في الحياة والممات. أما المصطلحات فقد ظلت نفسها فيما تغير متلازمتها إلى الخالد، وبطبيعة الحال انتقلت كل هذه المصطلحات والأوصاف في سابقة غير معهودة في تاريخ الجمهوريات ودون معنى إلى الوريث بشار أبو حافظ، وانتقلت معها لازمة إلى الأبد. ازداد القنوط، ازداد اليأس، هل فعلا إلى الأبد؟ أمام تلك الذاكرة الجمعية المرتعدة كان لابد من انتفاض يمسح كل شعارات الماضي ويشكل معها قطيعة إلى أبد الآبدين، فكسر حاجز الصمت حاجز الخوف والقهر، كسر هذا على يد أطفال درعا ثم على يد الشباب، هؤلاء الشباب الذين كان خوفهم أقل حجما من خوف الآباء، وأول ما فعلوه هو أنهم داسوا كل شعارات الماضي. كان حجم الرعب الذي رافق تلك الشعارات يساوي حجم الغضب الذي تفجر ليطيح بها. تحولت تلك الشعارات المختزنة في اللاوعي الجمعي إلى نقيضها، وليس غريبا أن يكون لكل شعار قديم كتم على أنفاسهم شعار جديد يمسح ذل الماضي وعبوديته ويعبر عن طموحات شعب كاد ييأس،
فتحولت إلى الأبد إلى ما في للأبد، وتحولت من حبك إلى ما من حبك، حل عنا أنت وحزبك. اليوم والآن تتكسر صورة القائد، تتكسر صورة القائد الملهم والمفكر، تتهشم هيبة الأجهزة الأمنية، وتتحطم بفعل الثورة رغم كل محاولات النظام وأجهزته القمعية الشرسة المحافظة على هيبة القائد على الأقل. إنها تجاهد للحفاظ على تلك الهيبة التي كانت موجودة قبل 15 من آذار. مع ذلك يبدو قائد الأمة وكأنه غير مكترث بمصير مبارك وبن علي. ربما ما زالت مخيلته تصور له تلك الحشود التي تهتف بحياة أبو حافظ. ما زال يحلم بأنه محاط بالآلاف يحيونه، لكن هيهات أن يحلم مجددا بتلك اللحظات. وإن كان يحلم فسيستفيق قريبا ليرى نفسه في قفص صغير قد فصله السوريون على مقاسه، هناك حيث المدرسة اليوم والآن طلاب لا يعرفون الخوف، طلاب تفتحت أعينهم على شعب يصرخ بالحرية لأنه لا القناصة ولا الدبابات ولا الصواريخ قادرة على استعادة هيبة الأسد. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم. شكرا لحسن متابعتكم، لنا لقاء متجدد غدا إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.